أول أخبارنا مشاهدينا الكرام عن رئيسة وزراء اسكتلندا ستورجن، واللي واجهت انتقادات لاذعة إلى رئيسة وزراء بريطانيا لي تراس، وقالت إنها بتفتقر إلى الاحترام بسبب محاولة تراس لحشد نشطاء الحزب الوطني الاسكتلندي، وفقا للي نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية. وجهت رئيسة الحكومة في اسكتلندا رسالة مفادها بأنها مصممة وعازمة على الاستقلال وتحرير أو التحرر من اقتصاد المملكة المتحدة والقائم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هنحاول نستوضح مع حضراتكم صورة وشكل العلاقة الاقتصادية بين الدولتين ومدى التداخل بينهما وسبب إصرار اسكتلندا على الخروج من عباءة الاقتصاد البريطاني، وده من خلال ضيفنا الآن عبر الهاتف، وهو سيكون الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف ايه اللي جد حتى يكون هناك يعني اصرار اسكتلندي للخروج من عباءه الاقتصاد البريطاني بشكل عام. احنا لما نبص في 2014 كان في تم استفتاء بالفعل على خروج اسكتلندا من العباءه البريطانيه، ويمكن لاكثر من نسبه 60% فضلوا البقاء ضمن المملكه للانتاج البريطاني. النهارده بعد خروج بريطانيا من مظله الاتحاد الاوروبي وخروجها من بريكزيت، النهارده بقت فكره المصالح الاقتصاديه، ويمكن الاستفتاء على خروج بريطانيا من بريكزيت كان بالنسبه لاسكتلندا كان النسبه الاغلب من الشعب الاسكتلندي كان يفضل البقاء. الفكره هنا ان اسكتلندا وشعبها وضعوا في نظرهم ان بريطانيا لم تضع بحسبانها اختياراتهم الشخصيه، ومن هنا كانت النقطه الخلاف ان هم كانوا يفضلوا البقاء في بريكزيت، ويمكن هي ده يمكن السبب الاساسي. طب معلش يا دكتور اسف على المقاطعه، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، بريكزيت ما حصلتش النهارده، دي حاصله بقى لها فتره، ليه دلوقتي اسكتلندا بقت عايزه ان هي بالفعل تنفصل؟ وهل الاقتصاد العالمي يعني محتاج ان يكون في المزيد من الهزات، ام ربما يكون هذا افضل لاسكتلندا؟ هي فكره الخروج على فكره بقى لها فتره، يعني النهارده اسكتلندا بتدعو للاستفتاء للخروج من العباءه التاج البريطاني، ان شاء الله يعني مزمع ان هو يتم في اكتوبر 23. هي الفكره مش وليده اللحظه، لكن طبعا الاثار الاقتصاديه اللي خلفتها الازمات العالميه طبعا بتزيد من حده الطلب دوت، بتخلي فيه النهارده في تقويه في الشعور الاسكتلندي ان افضل ليهم الخروج من عباءه التاج البريطاني واستقلال اسكتلندا واستقلالها بمواردها. يمكن يكون بشكل اقتصادي بقائها مع انجلترا افضل، لكن على المدى البعيد بترى ان هي تخرج من الازمات الاقتصاديه المستحدثه. النهارده شفنا في ازمه اقتصاديه في الايام الماضيه في انجلترا وتراجع في الجنيه الاسترليني، كل هذه الامور طبعا ناتجه عن ازمات، ويمكن ناتجه عن بنقول اداره تعد يمكن مش بالكفاءة المطلوبة لإدارة الأزمة من قبل الوزارة ورئيس الوزراء الإنجليزية. فكل هذه الأمور طبعا بنشوف لها أثار ومردود بتقوي من النزعة الاستقلالية للجانب الاسكتلندي عن التاج البريطاني. نعم، طيب التحرر الاقتصادي هل هذا من الممكن أن يكون له تبعات أخرى غير التحرر الاقتصادي؟ هل هذا يؤثر على يعني تماسك التاج البريطاني على سبيل المثال؟ هي طبعا النهارده هي بتبتدي اصلا بالجزء الاقتصادي، وبيبقى بعد كده ليها تبعيات. احنا على فكره الاثار التاريخيه كان دايما في صراع ما بين الشعب الاسكتلندي وان هو يبقى خاضع للتاج البريطاني، او يعني دي نزعات تاريخيه. يمكن الامور هدأت في القرون الثلاثه الماضيه نتيجة التبعية الاقتصادية، وإن بقت في نظرة إيجابية من قبل التاج إلى الشعب الاسكتلندي. لكن النهارده مع تضارب المصالح، والنهارده بقت كل دولة بتستشعر إن ليها قوة أو ميزة تنافسية في اقتصادها المحلي، بتحاول إن هي تستأثر بيه أو تستغله استغلال الأمثل. فكرة الأزمات الاقتصادية النهارده ظهرت مدى الصدع أو الشروخ الموجودة في هيكل ما بين هذه الدول، ويعني وضعت لشعوبها ان افضليه استقلالها عن التاج البريطاني. كل هذه الامور طبعا تعد هي خطوه اوليه سيكون لها تبعات اخرى، بس طبعا لمستجدات الاحداث والموقف اللي بيتم بعد الاحداث الاقتصاديه. يعني في النهارده في امور متعلقه، هل ستفضل هي هل ستبقى اسكتلندا تبعيتها للعمله البريطانيه؟ هل ستتحمل جزء من الدين؟ هل ستتحمل جزء من المديونيات؟ كل هذه الامور طبعا يمكن هي في اولها الاستقلال او الانشقاق عن التاج البريطاني، وبعدها تاتي هذه الامور
الاتباع. ما هو ده السؤال التالي بالفعل دكتور محمد، يعني إلى أي مدى ستستفيد اسكتلندا من هذا الانفصال إن حدث بالفعل، وإلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك تأثير سلبي أو إيجابي على اقتصاد المملكة المتحدة بشكل عام نتيجة لهذا الانفصال إن حدث؟ هي بالنسبة للجانب الاسكتلندي طبعا هو بيرى أن تبعياته للاتحاد الأوروبي أو منطقة البريكزيت هيكون له أفضلية عن تبعياته للتاج البريطاني، ويمكن هو في حتى بشكل شعبي او بشكل يعني رغبه الشعب الاسكتلندي هو بقائه ضمن منظومه البريكزيت اولى بلي ان هو يفضل او يبقى تحت مظله التاج البريطاني. بالنسبه للجانب الانجليزي اعتقد ان اتفاق اسكتلندا ستكون يعني خطوه يعني اقتصاديا طبعا ستؤثر على الجانب الانجليزي، ستؤثر على اقتصاده. فكره الانشقاق اللي حد ذاتها سياسيا واقتصاديا سيكون لها تبعات كبيره طبعا على الجانب الانجليزي وعلى الشعب الانجليزي اللي بينشق يوم بعد يوم. نعم دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله.